في عدم ثقة بين العنصرية بين الإخوان والعنصرية. صحيح أن الإخوان وكثير من الحرادة تكونوا عارفين هم أنفسهم يرفضوا لما يمشيوا لهم الإخوان يزورون، هم الأولين يرفضوا يكون أي اتصال مع القنصلية، وأحيانا في كثير من الحالات يعطيوا عناوين خاطئة. اسمح لي نكمل. انت تكلمت علاش تبر، علاش يكون حرب، علاش نجيب لهم حرب، علاش ولاد ماشي حاضر يجيو لوروب، يجيو لوروب علاش هذاك الجزائري لازم يدخل البلاد، بلاد الناس يدخل حرب؟ علاش؟ انا عشت حرب، شنو حرب؟ ماشي مش عيب، انا قلت لك يا اخي واش عيب، راني نقول لك يا سيدي يا واش عيب، راني نقول لك يا اخي راني نقول لك سمعني، يدي حقه في بلاده بلا ما يجي لبلاد الناس، يعيش في بلاده حرب، يعيش بالحقوق تاعو، والمشكل هنا تحل. دوك المشكل تاع الجزائر، المشكل تاعنا احنا الناس اللي راهم حاكمين تغيير راهم مراد ماشي مريضة تغيير بأنياب بدون علم تغيير بدون يعني بسم راهي بارك يعطيكم الصحة بارك الله فيكم شرفونا. أنا نتكلم معك يا أخي. يا أخي بكل ما جيناش. بارك الله عليكم. لا اسمح لي. بارك الله فيكم. شنو مومو أمياب. لو كان ما تحسيناش يا أخي. يا أخي. لازم نحاولوا نبدلوا إن شاء الله حنايا كجزائريين، حنا كشعب، حنا اللي نبنيو دولتنا، حنا اللي نبنيو المستقبل تاعنا، حنا اللي نبنيو الجزائر، حنا اللي نرجعوا الجزائر حرة إن شاء الله. وخلاص بارك الله عليكم. إن شاء الله. يعطيكم الصحة، حنا خوا ونتابعوا. والله العظيم في 1962 العجوزة تاعي مسكينة أنا جابي كطرو ترفدني تحية الجزائر البنان تحية الجزائر أنا بلي استقلال عمري شت استقلال عمري شت قانون ما نعرفش شنو قانون سبحان الله العظيم كيفاش تصور في بالك في شنو شاهد ماشي الحكاية حنا ما نسحقوا من الحكومة تجيني أبسومون ريان أفورا بيك ما نسحقش واش ولكن نحب نقول لكم الحوايج وليت شاهد يدي ان دينار بار جور نسخ بزاح ما فرماش هذا باباه 5 ريتلات ولا 6 ريتلات تاع الدم باش ياكل نسخ بزاح ما فرماش هذا معقول؟ هذا استقلال؟ سبحان الله العظيم اليوم لازم نحنا كشهداء ولاد ابناء الشهداء والعائله الشهداء والجزائريين لازم ندو استقلال بارك الله فيكم درتوا اللي درتوا درتوا لنا الاخر خلاص ينعرف عم كاين شبيبه عندنا خوتنا دي سنتينيكتيال كي سونتو وكندا ونمريك ونوروب هادو هما مستقبل لاكريم دو لاكريم هادو هما شبيبة لي كبير بارك الله فيك على كل حال فوق راسي فوق عينيك كنت مسامح لكم في الدنيا في الاخره واش انا بقينا شنو استقلال بورين في الحياه نريد الاستقلال يا خوتي علاه هنا اول رئيس تاعنا دخل الاستقلال في فلسطين الى في 22 كان زعما كان وزير اليوم هو كبير الله خلاص مريض ربي يجيب له شفاء اي خلي الاخر كان فون كونشونج سينو حنا اللي نبدلو ما كان حتى واحد المشكل تاعنا سي اونتر اجيريا ما يدخل فيها حتى واحد حنايا اللي نقدروا نحلوا المشكل هذا لازم نحلوه باش نحلوه لازم نحلوه بسلمي بدون عنف الاستقلال يا اخي بارك الله رعيت انا كبرت اسمح لي والله العظيم غير كبرت هذه بروميس نهار كنت صغير وراحين محمد وكذا كبرت انا 50 سنه واش راح ندير واش نزيد نعيش في الغربه 80 سنه راه كذا نمشي نكملوا خلاص انحاف بارك الله فيكم اعطيكم الصحه
تسمح 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 هذا تسمح 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 تسمح